gun, Mr. Chase? I never bothered. Ruins a line of your suit. You used to be a spy. My child is a prisoner. $17 million. All they will take is eye, is ear, the hand. And don't tell me you don't have the money. My former father-in-law only buys the best. It's time for you to do whatever it is he pays you to do. Let's hope you're half as good as everything else he's bought. We need to pay the ransom, Mr. Getty. More. More. I'm gonna find your son. No! فيلم All the Money in the World هي قصة حقيقية تقع في سنة 1973 في روما، حيث اختطاف الابن أو الحفيد جيتي من عائلة جيتي المشهورة اللي هي عندها ثروة طائلة. بعد ما اختطفونه يطلبون فدية، لكن هذا الجد اللي هو جيتي الأول أو جيتي الثالث مثل ما يقولوا عليه، يعني طباعة جدا شديدة ومحب لثروته، عنده عصامية كبيرة، فما يهمه، مع أن هذا حفيد هو أفضل حفيد عنده أو أفضل ابن عنده في هذه العائلة، لكن بالرغم من ذلك ما مهتم لهذا الموضوع. فتقع هناك صراعات ما بين المختطفين وما بين عائلة جيتي، وأيضا الأم المراهقة اللي عمرها 17 سنة في محاولة تفاوض على أساس أن يقدر يخلصون هذه المشكلة. ويعني أحداث كثيرة في هذا الفيلم اللي تخليك أنت من البداية للنهاية منسجم مع الأحداث هذه، وبحيث أنك أنت أيضا تتضايق على بعض المواضيع اللي قاعد تصير فيها. المخرج ريدلي سكوت عودنا في أفلامه الاهتمام بالتفاصيل الموجودة عنده، هاي التفاصيل حقيقية موجودة في السبعينات وكذلك في تصوير حق مشاهد في الستينات، كل هالتفاصيل يعني اهتم فيها. غير ذلك التفاصيل الفنية، الزوايا، الكاميرا، الإضاءة في هذا الفيلم جدا ممتازة، إضاءة جدا طبيعية، ما في أي فبركة في الإضاءة، يعني واحد لو بيدرس إضاءة يشوف هذا الفيلم. بالإضافة إلى المهم جدا ألا وهو السيناريو، ريدلي سكوت اهتم كثير في هذا الفيلم بالسيناريو. ليش؟ لأنه عنده بناء مشاهد قوية جدا مع الممثلين اللي أجادوا أدوارهم في هذا الفيلم. لذلك أنا أعتبر ريدلي سكوت هو كان يعني السبب الرئيسي اللي يخلي الإنسان يستمتع بمشاهد هذا الفيلم. أي نعم يمكن في بعض المشاهد مملة لبعض الناس، لكن هذا الفيلم هو طبيعته كذي، وهذه الطبيعة كان جدا جميلة. في دور الجد جان بول جيتي أداء الفنان كريستوفر بلامر، هذا الشخص في الثمانينات من عمره، مثل كينيدي معروف، بالرغم منها يعني في هذا العمر يعطيك أداء مثل هذا، يعني أنت صراحة تحيي من قلبك. الشخص هذا عنده طريقة ساحرة في الحوارات وأداءه في الحوارات أو الدليفري عنده جدا جميل صراحة في هذا العمل. الشخص الثاني اللي أنا عجبني في هذا الفيلم دور الحفيد اللي مثله تشارلي بلمر، هذا يعني جميل جدا في وجوده في هذا العمل، واختاره صراحة ولد مراهق، يعني تحس أنه بيعطي أداء جميل في هذا الفيلم، أعطى أداء جدا رائع في هذا الفيلم. بالإضافة إلى مثل دور الأم ميشيل ويليامز كانت جدا رائعة وعجبني أداها، عفوي جدا وأدت دورها بأمانة، وكانت يعني تحس أنها هي عايشة هذا الدور بشكل رائع صراحة. الأدوار الأخرى في هذا العمل، الفنان مارك ويلبرك موجود بدور المفتش فيشر، يعني هو وجود في هذا الفيلم. أنا يعني هذا الشخص يعجبني في أفلام الأكشن وعنده يعني شغل جيد في أفلام الأكشن، في هذا العمل في الفيلم هذا يعني ما حسيت بوجوده كثير، أعتقد ما كان فيه اهتمام المخرج لدوره، أو ممكن هذا الدور كان لأدي شخص ثاني ممكن كان يعطيه أكثر حيوية بحيث أنه يقدر يتلاعب بعيونه ويتلاعب بجسده، لكن هذا الشيء ما موجود فيه عند مارك، فلذلك أنا أشوفه يعني مقبول في هذا الفيلم وليس بالدور الجميل. لكن الدور الجميل كان لمثل دور سكوانتا، هذا اللي يكون مختطف الطفل اسمه روميان دوريس. هذا الشخص صراحة هو يمكن أفضل واحد في هذا الفيلم في رأيي الشخصي، أداء جدا جميل، أداء جدا رائع، ممكن مفروض كان يترشح لجائزة أفضل ممثل مساعد إذا كان هذا الفيلم هذه السنة أو السنة اللي طافت، فهو من الأدوار جميلة جدا لأداء هذا الشخص في هذا الفيلم. بنهاية الأمر All the Money in the World
اذا حد بيسالني شو رساله الفيلم شو هدف الفيلم، يعني في اشياء كثيره. هو اول شيء قصه حقيقيه، اذا واحد بيقول لي يا اخي ليش هذا الجد خلاص كان يعطي الفلوس وينتهي الموضوع، بس هذا في القصه حقيقيه موجود، هذه هي طبيعه هذا الانسان. اذا سالني شو الرساله وما رساله، انا طبعا من الناس اللي مو مهتمين لموضوع ابحث عن الرسائل الموجوده في هذا في اي فيلم من الافلام السينمائيه. انا اشوف استمتع بالاحداث الموجوده، الاحداث هاي يعني استمتعت فيها وحسيت اني انا موجود ضمن تفاصيل هذا الفيلم، وكنت يعني اتحرك مع اي مشاعر، اي شيء يصير في الشاشه انا كنت اتحرك مع شعور لا شعوريا. لكن اذا سالتني عن الرسائل ممكن اقول ان اي مال في هذه الدنيا لا تساوي اي حد او اي فرد من عائلتك، فهذا ممكن يكون رساله مباشره في هذا الفيلم وغير مباشره. في نهايه الامر تقييم لهذا الفيلم هو يعتبر الافلام الفنيه الجميله، ويجب مشاهده هذا الفيلم لمن يريد ان يشاهد افلام جيده. انا اعطي هذا الفيلم 4 من 5.